رجعنا من جديد سبور ام اكس نحلوا ملف الجوله العاشره للبطوله. القمه فيها باش تكون ملعب التونسي النادي الافريقي. باش نحكيوا على مقابله الكل مع مروان وينتاج مختار دبوس احمد الصالحي وكمال بن خليل. كمال بن خليل بدات الاحتجاجات على التحكيم مبكرا كالعاده كما كل جوله، فما فريق يحتحفنا بالاحتجاج هذا مشكل الفريق هذا، حتى بعض المحامين التابعين ليه احمد الصالحي كيف كيف هبطوا تدوينات كما كمال بن خليل هبط تدوين البارح. كيف انضميت للائحه نتاع المحتجين على امير لوصيف؟ مش انضميت انا من 2021، من 2021 انا رجعت للهستوريك متاعي من 2021 وانا ضد الحكم هذا. علاش؟ لانه في تاريخه التحكيمي ولا مره خرج مباراه نادي الافريقي طرف فيها نظيفه، ومع الاسف في المباريات اللي زفر فيها الكل نادي الافريقي طرف ديما النادي الافريقي مظلوم، ولا مره النادي الافريقي خرج مستفيد من الحكم هذا. قولوا لي الأخطاء تصير نقول لكم تصير، لكن أنه مثلا جودي نامبورتوكوا حكم في 10 مباريات النادي الإفريقي فيها طرف، في 10 مباريات ديما النادي الإفريقي حقها مهضوم بنسب معين. أعطينا أمثلة مثلا باش نجم نجاوب. نعطيك مباراة ترجي رياض ديربي في 2021 31 جان في 2021، السيد هذايا في 7 دقائق لعب النادي الإفريقي، وقتها كان تذكروا منع من الانتدابات وكانت الوضع 7 دقائق لعب يخرج اسكندر العبيدي على اثر هفوه اتفق الجميع على انها تستحق صفره ما تستحقش حمراء. هنكمل انت عطيتني قلت ايه نجاوب فيك تقول في معلومه لا قلت لي اتفق الجميع ما اتفق حتى حد. انا البارح برك عاود تفرجت فيها اللقطه هذيك خلينا نجاوب. لا قصدي خلينا نجاوب الجميع خارج راس تفرجت حتى في المافيوليت اللي تقالوا وقتها في غير الكاس مستحق البطاقه الحمراء. نعطيك ايش صار له من بعد، ايش نعطيك تقول لي انت باش نعطيك في المباراه هذيك اخويا طوفان من الاوراق الصفراء للاعبي النادي الافريقي، حتى ثم بعض الملاعبيه قالوا انه في لهجته معانا كانت لهجه نتاع سبان ونهر وامر وكذا، وانا كنت بعض اللاعبين حكيت معاهم. ثم وقتها اوراق احمر لفريق الترجي الرياضي اللي اتفق اوراق احمر دقيقه عاد انا نخرج لك انا طول بعد المباراه ثم ورقه حمراء واحده الغيان الشعلالي وقتها اعتدى على احمد خليل وبدري عنده صفره ثانيه ما اعطاهالوش، زادك المافيولات الكل قالوا ثم صفرة ثانية البدري، دونك زوز أوراق أحمر وقعد تجميده بعد المباراة هذيك. وأمير لوصيف لجنة المتابعة ولا أنتم ايش تسميوها بعد المباراة هذيك وقعد تجميده. نجيك المباراة النادي الإفريقي ومستقبل سليمان كيف ظلم فيها النادي الإفريقي وعطاه وقتها تغافل. وقتاش هذه؟ الدات ما عنديش، أما أنا رجعت معناتها للرسمية معناتها رجعت للكوري وقتها والستاتيو اللي مكتوبين وقتها من طرفي ولا من طرف بعض المحسوبين على النادي الإفريقي. مباراة سليمان دون فيها اسم يوسف العلمي قال احتج هو يوسف وقتها خرج يعارك فيها على البينالتي، معناتها بينالتي فلاجرونت حط معناتها يحرم الفريق من حقه ويزيد يدون اسم الرئيس. دونك تعاقب يعني من حقه يدون يعطيني حقي راني ما احتجيتش انت مو هذا حقك هذا في نظرتك انت معناها في نظرك انت انت سلت هو أنا. هو سامحني انت ما يبش نجاوب نتفاعل معك انا قاعد انت سلت كمال هذا بن خليل كمال بن خليل انت تقول حقي واحد مستقبل سليمان يقول لك حتى انا لا مش حقك زاده معناها مستقبل سليمان انا دخلني في مستقبل سليمان جبت مستقبل سليمان انا نجبد في امير لوصيف اي هو كيف معناها في تقديرك انت حقك في تقدير مستقبل سليمان يقول لك مش حقك مستقبل سليمان ما قالوش نحي بينالتيرا ما جاش قالوا يا امير لوصيف نحي بينالتي كيف ما قالوش اعطي بينالتي اذا ما فهمتكش اش تقصد واضح كلام انا كنادي الافريقي نحيت لي بينالتي نحتج عليه انا ما قلتلكش اللي بسليمان قالوا نحي البينالتي انا نحتج سليمان ما احتجتش اموره انا نحتج مباراه سليمان مباراه بن قردان زاد مباراه شهيره جدا كيف دون فيها اسم يوسف العلمي معناتها سيد هذايا ما يولي سيد وما يولي قوي في القانون كان ضد النادي الافريقي مقابله على يوسف العلم ما قالوا شيء وهو دول له اسم طبعا مش ندخلوا في لا جدل نتفاعل معك خلينا نحكي معك يوسف العلمي ما قالوا شيء كيفاش ما انت كنت حاضر معاه ما قالوا شيء حكيت مع يوسف العلمي او يسمع فيا كان يسمع نحكي مع الحكم يقول لي فيرسيون اخرى زاد لا انا ما نصدقوش الحكم انا نصدق يوسف اي جوست هم عليها يوسف جاء دون يوسف العلمي فقط لانه الناس اللي حاضره غاديك مش يوسف بركه المحيط الكل كل اللي قاله له يوسف قال له زفارتك يلزمها تكون مستويه زفر مستوي ماناش طالبين منك باش تعطينا دي كادو دون اسمه قالوا راهو السيد هذا يتهجم علينا بل بالعكس في مباراه بسليمان قالوا تهجم على المساعد نتاعي خاطر خرج يوسف من البنك مشى يكلم قالوا راهو تهجم على المراقب الخط كلموا بالفاظ معناها باهيه معناها قالوا من فضلك يا سيد المساعد اعطينا حقنا هو ياخي دول له اسمه ومراقب الخط في الشهاده نتاعو ما اشارش حتى لفظ نابي
او ما اشارش ما انت قلت مراقب مراقب الخط ما عناش لليوم شنو قالوا يوسف العلمي. دونك السيد هذا يجا نقول لك حاجه واضح انه ضد النادي الافريقي ما ناش فاهمينش بيه، يولي معناتها صارم ويولي عنده برشا حزم. احنا يا خويا السيد هذا ما عندنا ضده حتى شيء، لا نتهمه بسوء النيه، لكن يبدو ان زفارته ما تمشيش مع النادي الافريقي. ما تمشيش خويا، ما كان على لجنه التحكيم ولجنه التعيينات، احنا ما قلنا شيء، ما اتهمنا انا شخصيا ما اتهمته بشيء، انا عدت حاجات صاروا في الماضي والوقتها كانت تتذكر على ضربة جزاء النادي الافريقي خرجوا علينا وقتها باش يبرروا تصرف الحكم، خرجوا علينا جهاب التحكيم يقول جهاب ده يحكي لنا على اليد تستعمل كسلاح ولا كوسيله، قال لك لا راهو المدافع استعملها كوسيله مش بنتي هذيك في اعتداء انيس البدري وقتها على ادم غضب صحيت قال لك لا راهو استعمال كوسيله وكسلاح معناتها في اعتقادي حتى هذيك تستحق حامله زاد اعتداء كان بالمرفق واضح هذيك صحيت تبدا عندك حق نقول لك عندك حق رجعنا معناتها السيد هذا يحكي لك معناتها انا يلزمني نقعد انا كسيبورتير زايجا سي بدري بربي استعملتها كسلاح ولا اعتداء صار شنو تقول لي دونك السيد هذا ندلو كملت استاذ خالد نشوفه كان انا مع ما زلت ما كملت كمل متر انا راني اتفق معك تماما في اللي تحكي فيه وهذا معناته انا خلينا نكمل باش نكونوا واضحين تدوينتي ولا احتجاجي كمحب للنادي الافريقي السيد هذا نجم يكون ذاك وداير ثم واحد من 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 قطاع التحكيم شبيك خرج تيجارش ايجا ثم واحد انا قلت قطاع التحكيم وخرج ثم واحد من قطاع التحكيم سألته مرة على امير لوسيف قال لي راهو لياقة بدنية ممتازة ونقفوا غادي في الفنيات وفي التطبيق فقط سؤال جاوبني في ما زلت لا قلت لك السيد هذا ايش قال لي معناتها أيه قطاع التحكيم فقط قال لي راهو في لياقة بدنية اما في تطبيق القانون ما جا شيء فقط في كلمة كمال بن خليل في كلمة تعتبر الأخطاء اللي كنت تعدد فيها عن سوء نية؟ لا ما قولش ربي سبحانه بركة يعرف دونك فمش عايش الاحتجاج لا ثم إذا كان تظلمني مرة واثنين وثلاثة أنا ما عاش مرتاح أحمد الصالح دقيقة بربي دقيقة طيب تقول لي ترمي لي كورة وتتعدد قلتك في كلمة جاوبني لا في كلمة أنت كي تظلمني أربع مرات أنا نفسانيا ما عاش نرتاح لك واضح باهي أحمد تفضل أنا والله ساعة ما نفهمها ما نتفهمش ولا ما نفهمش لجنة تعيين الحكام إذا كان معناتها حكم فما فريق احتج عليه علاش تعين فيه علاش نخلقوا في بوليميك علاش نخلقوا في مشكل من لا شيء يعني حتى الماتش يصعب على الحكم وما نعرفوش شنو مآلاته زادوني توا من نادي الافريقي قال لك ما تنساش بونتو بلال العيفة الشهير ما فيه حتى شيء ضد قفصه صحيح نحا صحيح معاك دونك هاني نزيدك حاجه اخرى مع سي امير لوصيف قول لك صحيح قول لك صحيح لكن مش امير لوصيف نحا لا مش لوسيف نحا لا مش المراقب لا مش المراقب مش المراقب امير لوسيف نحا لا زفر فوت وقتها في لا زفر فوت على الجارديان لا انا حاضر زفر فوت على فوت على البيتر وقتها سلام مع الاقرار بحق النادي الافريقي الكامل في الاحتجاج على تعيين هذا الحكم اما انا اللي نقوله اللي احنا نعيش وضع سريالي في قطاع التحكيم باهي احنا كنا نقوله اللي المنظومه القديمه وعلى راسها وديع الجري هي سبب من أسباب المظلومية والقرارات التحكيمية معناتها اللي تحب تربح فريق وتخسر فريق مشيت المنظومة ذيك متاع وديع الجري اللي حملناها كل أعوار كرة القدم التونسية وجاء ناجي جويني أول من حارب ناجي جويني هو السيد كمال بن خليل والسيد مختار دبوس السيد مختار دبوس ما يقولوش حتى اسمه يقول المشرف العام جاء السيد ناجي جويني بمشروع لتطوير التحكيم وللقطع ما كان سيد المشروع إن شاء الله ربي يعطينا الصحة نحاربوك انت سيد ولينا دقيقة أعطيني المشروع اللي جابه ناجي جويني على الأقل ناجي جويني إنسان ما وراش منظومة لا إنسان كان مشروع ما تبداش تهرب مشروع مثلا أنت خويا أسبوعيا الحكام عندهم اجتماع بتاع تكوين ورسكلة بالفيديو هذا يعتبر مشروع تشوف أنت المستوى الضحل بصراحة بتاع الحكام اليوم هو مستوى وقته هو مستوى كل جمعة فضيحة الحكم لا كيف ما على مستوى الحكام ضحل جدا ما تردوليش فترة ناجي جويني من الجنة كيف جاء حب يصلح كيف ما حبش يصلح الانجاز اللي يقول فيه سلام راهو يعمل لهم فيديو من بعد التسعة نتاع الليل ولا ماني عارف تعرف الوجبات الزوجية بعد التسعة نتاع الليل
اللي يرقد فما شكون انت قاعد انت قاعد تميع في القضيه تاعو الحكام من الحكام يبدا يرقد في ولده يسمع في نادي جوين تو اسمع قول هذاك يبدا حكم مجدي يجيكم انت تفيه الناس لا 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 تو فيديو على انت نحن نحارب كل انسان يريد الاصلاح قاعدين نحكيو مع بعضنا مختار من فضلك بالله خليه يكمل وبعد نعطيك انت تعلق احنا الانديه وجماهير الانديه والمحللين والخبراء المنتمين للانديه يحبوا ديما الانديه فوق الناس كل يحبوا ديما انديه اطراف تجي تخدمها تو سامبلومون قالك شنو هي جامت عليه هو يعطينا حقنا ما يخدمناش هو جاي عنده مشروع يا اخي مازال 6 شهور الناس تحارب فيه ما قلت لك شنو هي المشروع ما جاوبنيش ايه الوضع تو عاجبك الوضع ماهوش عاجبني هاك خرج المنظومه القديمه من الباب رجعت لها الشباك هاو بدليل احتاج لا لا قعدت ما خرجتش المغالطه الكبيره اللي تحكيوا فيها ما خرج شيء من الشباك وما خرج شيء من البورتفونات ايه ما تركت فما محاولة على حالها كانت فما محاولة يتغير كملت احمد مختار ولا يغزل لي انا نسأل سؤال ما الفائدة من احتجاج النادي الافريقي حتى فائدة مستحيل يتبدل انا الحكم. بالنسبه لي انا فقط بالنسبة... فائدة انك تحط ضغط على الحكم قبل الماتش وشفنا ظهالي الضغط في بعض الاحيان ينفع تعرف كيفاش تصير ديزينياسيون النادي الصفاقسي الضغط نتاعهم منفع محرز المالكي وقت جات النتيجه بين يبين عينيه الاحتجاج نتاع النادي الصفاقسي في اكثر من مقابله مش كان هذه تفضل مختار انا بالنسبه لي انا تعرف كيفاش تصير ديزينياسيون تو قاعده سبعه من الناس يدخلوا العشره نتاع الصباح يخرجوا الخمسه نتاع العشيه والسبعه من الناس هذوما راهي ما تصيرش ديزينياسيون كي راه ديزينياسيون لازم يهز عبد واحد مدها لهشام مدها للعروسي مدها للزبير خويا يدخل يعمل مشروع يقدمه للسيد مراد الدعمي مراد الدعمي يأشر عليه يهبط للعموم انا بالنسبه لي انا تعرف سبعه من الناس كيفاش ولا هاي سيدي نبداو النادي الافريقي الملعب التونسي والنادي الافريقي حسب رايك باش تدز مع صحابك ولا حسب رايي محرز خير هاكا من تونس وزوز من تونس لا لا اختنا من محرز الكلوب ما تحبش عليه نتعداو اللي بعده معناه هذوما ساعه الماتش هذا لازم يكون في انترناسيونال واضح نعيم ما ينجمش محرز ما ينجمش هي هيثم مضروب شكون بقى بقى نضال وامير لوصيف حب ولا تكره مشيت الوضعيه الامير راه كل اربيتر يغلط يا كمال صحيح كلامك صحيح باش نقول لك علاش انت ما سمحتش امير لوصيف راو الجماهير سورتو الزوز الكبار نتاع تونس راو ما تخفرش اي حكم يغلط لها في درب شكون الزوز الكبار فما ربع كبار في تونس لا نحكي لك على النادي الافريقي والترجي هذه تونس نتاع العاصمه نحكي على لا نحكي على العاصمه وجرجيت سبعه يوليو مع احترامي ملعب التونسي حتى هي جمعيه كبيره ولات اسمعني خويا مستير لا لا نحكي على العاصمه وجرجيت انا بالنسبه لي الدربي العاصمه راك التوا انت ماكش مسامح يوسف السرايري على ضربه جزاء العقربي قاش عندها تربيه هذيك كيف نفس الوضعية ما تنجمش ما تنحاش مختار يوسف زفر للنادي الافريقي عمل غلطة في 10 ماتشوات أمير لوصيف عمل 83 غلطة في 3 ماتشوات يا كمال أنت بعد بلانتي العقربي لا ما عندي حتى طلعت مشكلة. الدنيا وما بطيش على يوسف السرعي وفات غادي أي حتى إذا أمير لوصيف لا ذي ما فاتش من 2021 أنا السيد هذا حكم دولي لا يعني داني جاوبتك يوسف السرعي رجمعة بعد الدربي كل شيء يمشي على روح خاطر وتحومتك لا على خاطره نعرف اللي هو إنسان المرة الجاية باش يجتهد وما يخطئش وكذا وكان عند معناتها بالحق في ماتشوات خسرتهم النادي الافريقي وبعثنا له وكنت انا في الهيئة وبعثنا له رسالة كمان انا تعرف امير لوصيف كل ما يعبط للطيران النادي الافريقي تخرج مظلوم كمان اسمعني عايش خويا راهو ما نعيبوا عليك راك ما تعرفش الحكام وتبدا تحكم عليهم راهو اللي يسمعك تحكي على امير لوصيف سامحني يلزمني نولي صحاب انا وياهم لا ما توليش صحاب هما بيدهم مش لاقين باش تولي صحاب ما ينجمش يصوحب مسؤول في جمعية تقول لي ما تعرفهمش ما تعرفهمش لازمك تعرفهم لازمك تعرفهم امين لوسيف من انظف الحكام اللي موجودين في وانا تونس وانا قلت العكس لا خلينا نحكي لك ما كي تقول لي يبدا كل ماتش ضد النادي الفريقي يا مختار سامحني ما قلتوش انا قلت لك ماهوش نظيف السيد مع الكلوب ما يمشيش ساهل مش الحكايه يمشي على روح صحيح انت طيب تحب نحكيو ما ثماش حكم قدامك قال يلا غالب مع الكلوب راني ندغدس راني ما نفهمش روحي مشكلة. هذا كيف ويمشي على روحه واضح هذا بالنسبه لنا أنا... السيد هذا يظلمني في الدربي يظلمني في سليمان يضربني في الإطوال يضربني في بنقردان وتحبني باقي نرتاح له وهكا تعين لك ويكمل يتعين لي وهاو باش يظلمني نهار السبت وانت سامحني وتعين لك وقت اللي انت رايح جماعتك وريتو غدوه باش يظلمني سي كمال تو انت من المدافعين على كمال يدير هي جات قدامه هكا ديزيناسيون كمال يدير ما يتدخلش لا في ديزيناسيون لا يدخل لا ما يتدخلش يدخل. والله لا يتدخلها كمال بربي لا تحلف والله بجاه ربي ما يتدخلش كمال نعطيك ديزيناسيون حتى انا عيني يعملوا مشروع يعملوا مشروع يعملوا مشروع تعيينات
توصل السيد مراد الدعمي مشروع مسودة يهزها للسيد كمال يدير وانا نتخاطر مع الرسال هاي يتفرج يشوف يشوف يشوف. انت قلت ما يدخلش تاركي ما يدخلش معناها في الأوروبا ما يدخلش معناها ما يشوفهاش شوفها كمال عبيد الكل اما هو قاعد يطلع هاو كراه من لوسيف يعني انا ريت هنا في اللجنه لا ايه لا راه لا لا نحكي لك قبل ما تحكي في كلام غلط مختار ما عندها حتى علاقه بالنظر السيد هذا مع النادي الافريقي مانيش فاهم واش يصير له خلينا نحكيوا شويه كوره ملوين خلينا نجيك المباراه ظهر لي ماتش منتظر الزوز فرق يتعدوا بفتره باهيه في الفتره هذه في البطوله ماتش يستنوا فيه الجماهير نجم نشوفوا كوره ولا صعيب شويه على حسب الحكايات هذوما ويمشي تراكوا مو فما حاجات اسلام خلينا نحكيو حتى في الكوتي لي زاربيتر ناخذ كلمه معكم شويه بلي حبيت نحكي كوره انا بتوجع لحبيبي هاي ترى خاطر اسمع ديربي وفي بريسيون كبيره حتى للملاعبيه اليوم انت كان عندك اربيتر ايترونجي اليوم باش تنجموا تجيبوا الرابطه ونحن نعرفوا الظروف الماديه اللي قاعده تمر بها الرابطه معناتها حتى عندكم معناتها الكوتي التحكيم اليوم ما ظهر لي اليوم شفت مع النتائج نتاع الملعب التونسي والنادي الافريقي ذول زوز فرق اليوم باش يلعبوا ديربي حتى واحد اللي خسر فيهم حتى طرح ممكن زاد الملعب التونسي كان ماركيت ضد العمران راهي متواجد اليوم في المرتبه الاولى متبقى انا مراش نيه معناتها من رابطه اليوم باش تبعث اربيتر للفريق معين خاطر اليوم انت اليوم اداره التحكيم اداره التحكيم باش تبعث معناتها حكم لجوست الفريق معين صحيح اليوم ديربي عنده نكهه خاصه ما بين الملعب التونسي والنادي الافريقي ونعرفوا اليوم الملعب التونسي ذول ارضيه ميدان واسلام صعيبه برشا اليوم نعرفوا خاطر ثلاث نقاط اليوم باش تخلي الملعب التونسي زاد متواجد في المرتبه الاولى تبقى ديما فما كل فيهم معناتها كيما نقولوا في انجو كبير في المباراه هذيا يظل ديربي معناتها ان شاء الله في راهو فيه معناتها فرجه باهيه واللي باش يستحق اليوم يكون خير ان شاء الله يفوز وكاهو متبقى اليوم في فرصه قدام الخضراوي اليوم باش يلعب قدام جمعيته الام وانا نعرف الاجواء سخونه اليوم في باردو انا خاطر نتذكر اسلام كي مشيت من الملعب التونسي والنجم راضي الساحلي صارت رياكسيون كبيره من جماهير الملعب التونسي وتسبيت انا ما فهمتش علاش اليوم حتى الخضراوي بريسيون كبيره باش هو تسب حتى من قبل ما يمشي للكلوب في السيونس دونترينمون الاخر هذا اللي هو بن عبده تسبوا في السيف راسي كمان خليك علاقه خايبه برشا جماهير الملعب التونسي اليوم يقولوش كثر خيرك ملاعب يلعب وعطا ونعرفوا الخضراوي جاب كوب الملعب التونسي بعد 20 سنه كيف حمزه بن عبده اليوم راه كي واحد يحب يشوف مستقبل وعطيت ولعبت بلاش في 3 سنين في استاد كي خرجت مشيت الجمعيه اليوم باش نظهر معناتها باش نمشي للف معناتها نهز تيترويات نهز حاجات ما يراولكش بيه عديت عمري كل في استاد هذا جست معناتها مساج للخضراوي ما يصيرش فما فئه من جماهير الملعب التونسي وانا نعرف شنو باش يصير في باردو الحقيقه انا خاطر طفل الحقيقه عطاه برشا للملعب التونسي وذا اللي خايب لنا صورتنا مع الجمعيات وين كي تلعب ضد فريقك السابق هل ترى تكون مع تي في اكثر من لازم ولا ترتبك يا احمد انت ما جربت اليوم انا مشيت راني ما زدت كي حطيت ساقي في الساد تثبت امي في الليتوا باش نوريك العقليه اليوم في تونس وذا اللي خلى علاقتي خايبه مع الملعب التونسي فما فئه من جماهير الملعب التونسي اليوم راهو الخضراوي ما فيها بيس باش يشوف مستقبله نحكي راهو جنينا خاطر الماتش هذا نعرفه عنده اهميه كبيره في البطوله وماتش باش يصير كبير انا نحكي حتى زوز ملاعبيه اللي كانت في استاد باش يصير عليهم بريسيون كبيره في بار انا نتصور جمهور الملعب التونسي يصفق عليهم وفما عبيد اللي يصفق عليهم مستحيل قال لك تسبوا البارح تسبوا مش البارح اسمعني في الصيف وقتها خرجت الحكايه المشكله هذيك باش يمشيوا للكلوب ولا وقتها هما يتدربوا تسبوا وقتها في اللونترين موزوز صحيح وعشتهم كاملين يا احمد نعرفوا ماتش باش يكون كبير وديربي عنده قيمته اليوم تحب ولا تكره ملعب تونسي والنادي الافريقي قمه كرويه باش تلعب واللي كيما قلت لك ان شاء الله اللي يكون معناتها اللي حاضر 100% ومستحق للربع ان شاء الله يفوز انا عندي انا متبقى مش تشجع البقلاوه معناها انت معناها اللي يستحق الربح يفوز انا قلت لك جمعيتي كي تربح معناتها مرحبا معلش ليه على راسي وعيني والكلوب مش مشكل معناتها نحكي لك انا لا لا فاجئني في بالي تشجع البقلاوه معناتها انا اليوم يا اخي لعبت في الكلوب باش نشجع الكلوب يماني ولد الملعب التونسي اما نحكي لك انا كما لا خاطر قلت لي لاعب خير ان شاء الله يربح لا نحكي لك نحب نراو كره مزيانه بيان سور جمعيه الام ملعب التونسي كي تفوز انت فرحان رياضي ملك الجميع ماهوش مش هذا يا سي كمال اليوم حتى ملكنا انت اليوم لا حتى اون جينيرال حتى للجماهير اليوم اللي الجماهير اليوم يلزم تتقبل اي فهمت صحيح فهمت باش تصير بريسيون كبيره عليه الطفل وانا نعرف خاطر عشتهم الظروف هذيا اللي خايب لنا سمعتنا مع جمعياتنا فما فئه من الجماهير
اخي انا لعبت شويه وعطيت شويه في استاد وضحيت شويه وتمرمكت شويه. هذا جوست ميساج للخضراوي ما يسالش هو مروان من جماهير ملعب التونسي اللي كانوا يخافوا منهم الادفرسير والله. اي فهمتي سي كمال مي تقول لي احمد اليوم نحن في عاد الاحتراف تقول لي انت اليوم لبس مريول طوال معناتها اليوم دخلني لدارك نغدرك كيما نكوروا نحبوا نربحوا ونحبوا نفوزوا بالالقاب زيد بريود في الملعب التونسي عطينا كي لعبت في الملعب نجم هذا السير كيف كيف راه الميساج للخضراوي راه اليوم حتى فما فئه راهي باش تجيب باش تسبك تسكر وذنيك ديما تقعد هذيك جمعيتك الام يعملوا العكس تخدم على روح امبوسيبل ونضمن لك من توا وكان تصير هذيا اخويا انت بتاخذ اللي تحب برشا ملعبيه زاده انت ممكن ما تمشي تتنكر برا مشي تفرج هاك متنكر وقت تشوف على عيني كان ما تلقاش الكل تلقى خمسه سته من الناس باش يشعلوها. مروان انا 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 راني ضد النقط في نفس الاستراتيجي نتاعي ضد راني نبدا نقيم في جمهور ولا نقول شبيك سبيت حقه الجوار هذا كان مغروم به راه في جمعيه منافسه مشى على روحه حب يتمناه يكون يكمل كاريره في النجم في الملعب التونسي كيف وكيف حمزه بن عبد. انا بالنسبه لي انا ما نسدش الفهم تاع الجماهير باش تسب ولا تعمل حقه كما اي واحد راه مغروم جوار راه في جمعيه اخرى سبحان الله هذا حق. لكن انا مش مشكلتي في جماهير الملعب التونسي انا غدو امتحان بالنسبه لي انا لبيتوني والخضراوي بالنسبه لحمزه بن عبده في الوعي نتاعو سيء تتصور يلعبوا الخضراوي بالك شي انا بالنسبه لي انا نحب اللعب تعرف علاش خاطر الخضراوي لليوم هذا مش مازال ما اقتنعش اللي كونه لابس مريول النادي الافريقي مازال حمزه بن عبده ورانا الحقيقه وعطى بالنسبه للخضراوي. انا بالنسبه لي انا تلعب في جمعيه كبيره لازمك تلعب بالضغط هذاك ولازمك تكور في في بالعكس انا نحبه يكور غاديك الخاطر هو اللي روبير نتاع تيران حافظه صحيح هذيك حاجه باش نقولها لك اسلام جوست حتى الملعبيه اليوم فما دي كاليتي نتاع ملعبيه كيما جبت انت ذكرت توا مختار الكاليتي نتاع ملعبيه كيما ايت مالك الخضراوي اصرار في كيزومبي يحبوا على التيران يبدا معناتها اسباس كبير اليوم في الملعب التونسي ماهوش باش تلقاه في باردو نعرفوا معناتها الملاعبين تاع الملعب التونسي تعرف التيريح عارف التيران تاع ملعب باردو عكس ملاعبيه الملعب التونسي. انا نقول شانس اليوم الخضراوي خاطر يعرف التيران مليح قدام جمعيته ماذا بيه اي جوار اي جوار ماذا بيه كنت جمعيته يحب يفرض روحه يحب يوري روحه فما جوار حتى بالنسبه تقول لك ترتحوا بالعكس انا كنت جمعيتي نحب نظهر او مثلا بار اكزومبل معناتها هو مش باش يستفز الجماهير يحب يوري روحه ويفرض روحه في جمعيته باش تزيد تعطي فيه الثقه اليوم كم لاعب اليوم يظهر قدام جمعيته تزيد تكبر في عينين جماهير نادي الوليد وعادي حتى جس... كان ماركا ينجم يعمل لك نورمال انا مش نقول فما حاجه اخرى بربي راهو حكيت على الخضراوي زاد مهم برشا حتى ايت مالك راهو بدايته من الملعب التونسي اي اما مش كيما الخضراوي ولد الستاد لا زفر التونسي كيما قبل تومارو ماركا للتراجي وهذه لازمها تقبل الخضراوي زاد ليك ولا عليك احمد انا اللي نقوله بخصوص بن عبده والخضراوي الزوز خرجوا من الملعب التونسي بطريقه حضاريه والملعب التونسي دخلت في جرتهم فلوس وما كان ما هربوش من الملعب التونسي معناتها هي الملعب التونسي كانت تحب ملاعبيه باش تدخل فلوس باش نجم الجمعيه تعيش يعني ما فماش علاش باش تكون رياكسيون تاع جمهور الملعب التونسي خايبه اللاعبيه الزوز قدموا خدمات جيده للملعب التونسي احنا كنا نتمنوا احمد اي ما فماش علاش صحيح كان قاعد تصب الرئيس في جرت النوبة معناتها ما فماش علاش تو جمهور الملعب التونسي باش يتعامل بطريقه خايبه معناها ماهم شكل يهرب والا اساءوا الجمعيه والا عملوا تصريحات الجمعيه التونسيه يا ولدي لا نحكي لك معناتها فما صحيح راهو فما جمهور يتقلب على ملاعبي الملاعب هذاك تقهرب ولا ما جاتش كل مره واحده راه صارت معايا انا كي خرجت من الملعب التونسي مشيت من نجم الرياضي الساحلي صارت مع اسامه السلامي صارت مع خالد الطريقه اللي خرجوا بها صارت مع خالد شنو الطريقه الطريقه اللي خرجوا بها الطريقه اللي خرجوا بها بالفلوس وخلى فلوس معناتها كيف الطريقه اللي خرجنا بها احمد مخلي فوق ال 150 مليون انا للستاد ورديت نلعب كذا سنين ما خذيتش حتى فرانك ايش حابوني بعد كي نخرج نكمل كاريري والله مروان مع مش يقضي من العطار بجاه ربي كيلو سكر قولوا ليه راني قاعد نكور في الستاد تو ذي كلام احمد الستاد ما تمستش معناها تقريبا بعد رغم التغييرات والخروج الفريق معناتها باقي معناها شاد روحه سنة الملعب التونسي شنو السبب نتاع المردود المتميز اللي قاعد يعمل فيه الملعب التونسي سنة اول حاجه هو انتداب مدرب قدر يعوض المدرب الخدمة ويكمل الخدمة اللي خدمها الدو اللي هو ماهر كنزاري أنا في تقديري من أفضل المدربين في البطولة الوطنية السنة على المستوى التكتيكي والملعب التونسي من أحسن الفرق على المستوى التكتيكي السنة الملعب التونسي يعرف يلعب مع الفرق اللي كيفه واللي أقوى منه واللي أضعف منه
وفي ميدان وخارج ميدان ويعرف يتصرف في الملعب التونسي. حاجة أخرى، الملعب التونسي يلعب بعيد عن الضغوط، ما فماش هكا الضغوط نتاع يلزمني ناخذ بطولة والا يلزمني نربح الماتش. ويت كل الناس تكور شيخين العبوا الكوره وكهو والاحاطه زاده، فما نوع من الهدوء. ما ريناش هيئه الملعب التونسي تتبكى وتتشكى وهو حكم هاو ما نعرفش نيه هاي منظومه نستخدم فيه هدوء. النتائج الجايه مرحبا بها الملاعبيه خاصه فما ماتش نعتقد خرجوا عملوا بريسيون حتى هما على التحكيم ستاني الماتش ما فما مره لا الكل يعملوا هكا كلهم يعملوا بالطريقه عاد فما راهي جمعيات احمد انا جمعيات بالغه ترى انا سمعنا ريت تصريح يذول يانيس العياري واللي حب كي قال لك احنا اول بدايه معناتها الاسبوع انت ريت انيس العياري مثلش من لعب التونسي ساعه هو لاعب ماوش في الكوميتي وما قال في شيء تصريح قال نحبوا حكم به في قيمه المقابله هذه انيس ما مثلش الملعب التونسي وتصريحه كان تصريح راقي واللي طلبوا بالعكس انيس ما لعب التونسي تسمعوا ما فماش علاش كل الرياكسيون هكاك على انيس علاه هذا الرياكسيون هكاك انيس ياثر قال كلام معقول شنو قال ما مثلش الملعب التونسي بالله خلي يوصل فكرة وباش ما يفهمش بالغلط شنو حبيت تقول. انا جوست كي انيس اليوم نسمعوا نحكيوا على جوار معناتها ابن أي. الملعب بالتونسي وعنده كارير كبيره وانيس لعب المنتخب ايش قام قالش قال معناتها كي يحكي اليوم على التحكيم بدايه موسم انيس ياثر على الجماهير ايش قال هو قال معناتها ماذا بينا نروح حكم معناتها كيما نقولوا في قيمه المقابل ايش فيه ايش معناتها معناتها الميساج اللي حاب يوصلوا معناتها يا رابطه معناتها حطونا حكم معناتها اداره التحكيم فما حاجه حكم يمشي مع الملعب التونسي بيان سور هاك عليك. لا لا مروان كيكا تعصفت على انيس مش تعصفت على انيس تعصف لا لا ما فقط مش هذاك المقصود انا التصريح انيس هو حب الماتش معناتها يخرج في ظروف مش موضوعنا مش موضوعنا كمان بيخليني نكمل معاك. الفريقي اول مره يدخل للمقابله هو في صداره الترتيب اليوم ينجم يحط بريسيون هذا على الملاعبيه اعتقد انه وجود مدرب كيما بيتوني لا لانه اثبت السيد هذا قدرته على امتصاص الظروف المحيطة بالفريق تشوف تصريحاته تشوف ثم أنه المتابعين للتمارين نادي الإفريقي والقراب أنا نتبع برشا ونشوف المدرب هذا معناتها عنده شخصية قاعدة تمتد على المحيط العام تاع الفريق. دونك أعتقد أنه النادي الإفريقي ما هوش باش يدخل بك الهستيريا تاع السنوات الماضية العوام اللي فاتوا تحس ثم بريسيون في الدربي مع الستاد ولا مع التراجي ماتشو الليطوال تحس ثم معناتها ناس كريسبي ناس على اعصابها توا الكلوب افريكان بالجو اللي خلقه المدرب هذايا بلوتو تحس معناتها الجروب مرتاحه وهذايا من شانه انه يخلي معناتها الفريق يدخل تقريبا ما نتصورش انه بيتوني والاطار العامل معاه ما همش قارين حساب للتيران ما همش قارين حساب القرب الجمهور للتيران للضغط نتاع الجمهور للسياحة الظروف هذيك الكل. الحاجة الوحيدة اللي يردوا بالها منهم هي التحكيم معناتها ما تنجمش تقرا له حساب نرجع له خاطر هذاك العنصر الوحيد اللي يخوفني يعني. هذاك التحكيم برشا قاعدين يبعثوا لي في الابونمون نتاع في امير الوصيف والترجي انا ما نجموش ناخذ معلومه هكا معناتها ونعديوها بالشكل هذا معناها لازم يكون فوتوشوب ولا نجموش نحكيو في حاجه كيما هكا ابونمون فيها كمال بن خليل تاع ترجي تنجم اسمعني كلمه بركه مش قول انا مش موافق ساعه ولا رميت كلمه مش في مكان ما كي قال دقيق قال المتر كي جايش ما قلتلوش على لازم تجيش خليني نكمل هاك تقول الحكم ومع الحكم خلي زفر خلي زفر بعد خليني نكمل دقيقه لا دقيقه فاجئ قلت كل شيء باهي في النادي الافريقي الا الحكم متخوف من الحكم بالطبيعة خاطر نجم نسيطروا على جروبنا عنده ساعتين يحكي بعد قلت له فاش تخاف منه هاك خليني نكمل الكلمه اللي نقولها راك رميت كلمه اللي كونه الملعب التونسي ما يبكيش وما يتشكاش راهو حق النادي الافريقي باش باش يعطي ايه ما قصدش النادي الافريقي نحكي على الملعب التونسي قاعد نحكي على الملعب التونسي الافريقي راهو ملعب الترجي اللي ضربت الجزاء الشهيره انا حكيت صناعة الملعب التونسي كيفاش ما حكيتش على النادي الافريقي حق النادي الافريقي يتشكل انا مانيش ويظلم ويعمل اللي يحب انا مش موافق كمال على كونه كيبدا عنا ممرن انا بالنسبه لي انا هو اول امتحان البيتوني في ماتش ثالث ماتش كبير ثالث امتحان عايش اول امتحان لا اول امتحان بالنسبه لي انا ما حكيتش على التيران حكيت على المحيط نتاع هذا اصعب امتحان انا بالنسبه لي زوز ماتشات تعدى بجانب الواحد مستير والسياسه اختبار صعيب انا بالنسبه لي انا ما نجحش فيه اون بليس رانا كي نتفرجوا في الجولات الاولى نتاع النادي الافريقي راهو العباد الكل استبشرنا بالستيل دو جو ما ريناهوش عندنا ثلاثه ولا اربع جولات بسليمان الاخرانيه ما ريناش النادي الافريقي هذاك اللي خرج في كوره واللابيل اللي بيجيب بالنسبه لي انا حاجه بركه حاجه بركه الماتشوات ما يحسب انا بشنو اللي نعمل برشا حساب لاحمد الصالح علاش نجح في كونه يبيع علي يوسف كيفاش
من كثر ما مدح على يوسف ذكر وقت اللي قلت وراه عندنا كونترا بعد مازال ما تبيعش يعني قلت لك هو توا حاليا ما عليه هيكل تخير والمدرب حماية على يوسف راهو عمل الساحي من العباد من الابواق اللي تبدا تمزج على يوسف انا ماذا بيا أنا ماذا بيا؟ حاجة أخرى تشابه اسماء وكيل علي يوسف اسمه أحمد الصالح ما مش هذا اللي مدحوا في علي يوسف خلى العباد الكل وقعد يمدح في علي يوسف ما يستحقش علي يوسف ليه قلت ملاعب عندهم كاليتي سامعة في الأخرى خلينا نكمل نحكي بقية الماتشوات فقط تعليق يجيني المروان يقول كأنك ميل شوي للكلوب أكثر من البقلاوة لا 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 عليها استني ليك تحطني في مشاكل انت هكا ودي هما قالوا لي اش دخلتني يا ودي مش حكيت واحد انا قلت لك انا اخي قلت لك نلعب في الكلوب بون بيان سور ولد الملعب التونسي كي تفوز الملعب التونسي باش نفرح وافرح لهم باش ما يفهموكش بالغلط يا خويا ان شاء الله ان شاء الله الربح يكون الملعب التونسي باه باش ترضى عليا هكا ان شاء الله ربح النادي الوضوح هكا كل واحد جماعته اخي بيان سور نمشيو باه فاصل بعد كامل نحكيو على المقابلات